السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا المشروع تاع المستشفى الجامعي لمدينة مسيلة، واللي راه يعني بطيئة الأشغال راهي جد متسارعة، يعني بعد عامين من انطلاق المشروع هذا في 2020 المشروع راه يعني الحق مستوى 70 حوالي 70%، والعلم انه تم يعني الاتفاق على خلق فرع نتاع طب في جامعة مسيلة ليصبح المستشفى هذا مستشفى جامعي، والعلم انه كذلك المستشفى هذا سوف يكون له 240 سرير. اذن هنيئا ان شاء الله للمستشفى نتاع مكافحة السرطان اللي راه مبرمج في ولاية مسيلة. ونخليكم مع نهاية الفيديو. السلام عليكم.